أكد اليوم الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سيد هشمي عصاد لدى إشرافي بولاية إشلف على فعاليات الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للغة الأم، أكد على دور هيئته في إرساء آليات لترقية اللغة الأم في مختلف الميادين. لتلفزيون سونيا غاسي. مكاسب ثمينة حققتها اللغة الأمازيغية في الجزائر على الصعيدين المؤسسات والعمل كعنصر ثابت من مكونات الهوية الوطنية. الطفل ينشأ على لغة الأم وينشأ على الثقافة المحلية، يترعرع عليها، يكتسب الكثير من المفاهيم والأسس والسياقات والتركيبات اللغوية. احنا ان شاء الله حنكونوا اول روضة نموذجية على المستوى الوطني لحتى تقوم بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن برامجها. الإذاعة المحلية تؤدي دورا مهما في إحياء وترقية اللغة الأم من خلال البرامج والأخبار التي تقدمها. وفي اليوم الدولي للغة الأم تعريف بالموروث اللغوي الأمازيغي وجهود تطويره بمختلف أطيافه ولهجاته. بلدية تلمسان جيت لي أحضر هذا المعرض اللي يتكلم على اللغة الأم. أنه زاد من القادة المعارض جبنانا إدليسن. وللمحافظة السامية للأمازيغية دور هام في إرساء آليات ترقية اللغة الأمازيغية وتوسيع مجالات استعمالها لا سيما في مجال الإعلام والتربية. دورنا الواضح في هذه المرحلة كما يقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو إرساء آليات ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها في مختلف ميادين الحياة الوطنية من خلال التعميم التدريجي في استعمال الأمازيغية وعديد من المجالات وخاصة في منظومتي التربية الوطنية والاتصال. هذا ويعكف المشاركون في الملتقى على مدار يومين على بحث السبل الكفيلة بترقية اللغة الأمازيغية.